الصوم في رمضان هو رابع الأركان، الصوم في رمضان هو رابع الأركان، كي تطهر النفوس بالصوم والقرآن. في صومه فلاح، في ليله صلاة، في صومه فلاح، في ليله صلاة، هدية الفتاح فريضة الرحمن، هدية الفتاح فريضة الرحمن. الصوم في رمضان هو رابع الأركان، الصوم في رمضان هو رابع الأركان، كي تطهر النفوس بالصوم والقرآن. لله في خضوع نصوم في خشوع، لله في خضوع نصوم في خشوع، وريحه يضوع كالمسك والريحان. إما نرى الهلال نصوم عن الحلال، لله ذي الجلال المنعم الديان. من صامه لله ورعى حدود الله، من صامه لله ورعى حدود الله، يهديه جل علاه لجنة الرضوان، يهديه جل علاه لجنة الرضوان. الصوم في رمضان هو رابع الأركان، الصوم في رمضان هو رابع الأركان، كي تطهر النفوس بالصوم والقرآن، بالصوم والقرآن، بالصوم والقرآن.